بالنسبه لنا احنا عندنا قناعه داخل اتحاد شراكه القوات الشعبيه لا نعلق على الاحكام القضائيه، ولكن نعتبر على انه اتحاد الاتحاديات كان واثقين في المسار ديال تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، واثقين منهم شرعيه ومشروعيه، وكنا تنعرفوا على ان خطواتنا اللي قمنا بها من اجل تحضير هذا المؤتمر خطوات تحترم وتلتزم بالقانون. أعتبر على أن الأمر يعود لهم، الاختلاف أمر مطلوب ومرغوب ويحترم إذا ما كان مؤطرا في إطار الأخلاق. لا أعرف زعما شخصيا، نعتبر على أن الاتحاد هو الاتحاد للجميع، وأنه كان على الإخوان والأخوات أنهم ينهجوا نهج العقل ويحييوا الاتحاديات والاتحاديين الحاضرين في المؤتمر، ويتمنوا المؤتمر الحزب ديالهم النجاح والعمل النجاح المستمر، لانه في النهايه في بدايه وفي نهايه الامر الامر يتعلق بحزب اسمه اتحاد شراكه القوات الشعبيه وهم منتمون اليه. الاخ دريس الشقر هو لن يترشح لانه هو يريد ان يترشح. الاخ دريس الشقر سيترشح تلبية لنداء الاتحادين والاتحاديات، وفي المغرب كامل أغلبيتهم في المغرب كامل مناضلين ومناضلات، قواعد وقيادة سابقة، منتخبون على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبرلمانيون في الغرفتين، كل هؤلاء التمسوا من الأخ الكاتب الأول أن يستمر في أن يترشح للاستمرار في قيادة الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. هو لن يترشح ليخلف ذاته، هو سيترشح تلبية لنداء الذات أغلبية الذات الجماعية التي وجهت إليه ملتمسا وطلبا لأن يتقدم بترشيحه. وأظن أنه أوضح الأمر بشكل جيد من خلال الورق، من خلال كلمة الكاتب الأول خلال الجلسة الافتتاحية والتي توصلتم بنسخة منها. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.